السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. وطالما أنت داخل النهاردة على الدرس ده يبقى أنت عرفت إن أنا قلت إن أنا النهاردة هعمل درس عن الريتاتش، وهيبقى مختلف عن أي ريتاتش اتعمل قبل كده، وكمان هيبقى احترافي بإذن الله. تابع معايا الدرس عشان تعرف أنا هعمل إيه. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الدرس. دي الصورة اللي هنشتغل عليها والنتيجة هوريها لكم دلوقتي. في ناس كتير بعتت لي صور ان انا اعمل الايديت بتاعها على في الدرس، وتقريبا اللي انا عملته كان شبه بالظبط النتائج اللي اتبعتت لي. دي الصوره الاصليه من تصوير اتش مان، ده البروفايل الخاص بتاعه اللي عايز يكلمه. ده بصراحه تصويره تحفه بجد، فاللي عايز يكلمه يروح يكلمه على الفيسبوك، وبجد مش هيكسف حد طبعا، واحد محترم جدا وهيساعدك باذن الله. تمام، دي الصورة الأصلية ودي النتيجة اللي بعد الشغل. شايفين الشغل يعني زي بشوف يعني من الصور الكتير اللي اتبعتت لي، دي كانت نتيجة أقرب نتيجة ليها بالظبط إن شاء الله. تمام، دي النتيجة بتاعتنا النهاردة. تمام، نبتدي بقى نشتغل على الصورة الأصلية. أول حاجة خد كوبي من الصورة وخش على فلتر واختار كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر ما بيتحملش، كاميرا رو فلتر بينزل تلقائيا مع فوتوشوب سي سي 2014 وسي سي 2015، عشان بس في ناس بتفتكره ان هو بيتحمل. تمام، اول حاجه هات الهايلايت على سالب 100، وهات الشادوز على موجب 75 او موجب 70. دوس الت وامسك مؤشر الوايت ده وهاتوا امشي بيه ناحية الموجب لحد ما تطلع لك نقط بيضة أو نقط ملونة أهو زي الأزرق اللي طالع لي ده. سيب، هي دي كده الشكل. دوس ألت تاني وهات الأسود وامشي بيه ناحية الشمال لحد ما يطلع لك نقط سودة أهي كده. أوكي، وزود ده شوية مش كتير ودوس أوكي. تمام، هي بس عشان الصورة تقيلة شوية كبيرة شوية. اوكي، دي النتيجة بعد الكاميرا رو فلتر. تمام، تاني حاجة خد من الصورة كوبي تاني، خد من الصورة كله وانت بتشتغل كل شوية كوبي عشان تبقى لو عايز ترجع في خطوة اسهل من الاندو. يعني بص، انا لو مش عايز الكاميرا رو فلتر اقدر اشيل الفلتر ده، اشيل اللاير ده خالص. تمام، دلوقتي جه دور التنعيم. التنعيم تمام، قرب من وش الموديل، تعال عند البراش تول واختار ميكسر براش تول. ديت اللي ما شافش الدرس بتاع التنعيم بالفرشه، انا عامل درس هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، درس التنعيم بالفرشه. الشغل بيها حلو ممتع، بيعمل على اخفاء العيوب اللي في الوش بسهوله قوي وسهله. تمام، الاعدادات بتاعتها علم على دي بس، اول ما تفتح هتلاقي الاتنين متعلم عليه، شيل علامه من دي وخلي الويت 20 واللود 20 والميكس 20 والفلو 18. تمام، نبتدي نشتغل بشويش كده عشان انت لو لاحظت، بص لو استمريت في نفس المكان هتلاقيها عملت معاك كده. فانت هي كأنك بتاخد اللون اللي تحت وتمشي بيه عشان تخبي العيوب اللي في الوش. هو الوش اللي معانا ما فيهوش عيوب، بس انا بنعم يعني انت افصل دوس وافصل وامشي، يعني مش دوسة واحدة وتمشي في الوش كله. تمام، اعمل عند المناخير. تمام، ولو ما عرفتش تستخدمها استخدم عادي السمانش تول. يعني انا بستخدم دي كطريقة جديدة في الشغل، لكن عادي ينفع تستخدم السمانش تول عادي خالص، واعمل بيها الرقبة. ولو لقيت حتة غامقة وانت عايز تفتحها امشي في حتة، يعني امشي بالفرشة في حتة فاتحة
لحد عندها، يعني افضل امشي بالفاتح لحد الغامق، هتلاقي الغامق اتفتح معاك. تمام، هو الوش ما فيهوش اي مشاكل، تقدر تشتغل عليه عادي خالص، بس هو الفرق. تمام، اعمل نيو لير وخش على ايمج، قصدي على اديت، اختار فيل، واختار من هنا من اليوز، اختار 50% رمادي او 50% جراي، هيبقى هيطلع لك اللير عامل كده. انا ليه عملتها من الايديت فيل كده؟ لان الدرجه ديت درجه صعبه تتجاب من قائمه الالوان، يعني مش اي رمادي. الرمادي ده مميز في ايه؟ في ان انت اول ما تخش على على المود وتغيره يبقى سوفت، قصدي اوفرلاي، هتلاقي كانه اختفى. طب انا بستخدمه ليه؟ انا بستخدمه عشان الدوج والبرن او التفتيح والتغميق. بدل ما افتح واغمق على لاير الصوره نفسه، ولو اتضايقت من حاجه ما اقدرش ارجع فيها بكتير، يعني اقدر اعملها على اللاير الخفي ده، ولو في حته ضايقتني اقدر امسحها بالفرشه عادي خالص. تمام، انا عملت المود بتاعها اوفرلاي. نجيب دلوقتي اداه البيرن او التغميق، وخلي القيمه بتاعتها 18 عشان الاوفرلاي شديد قوي. اللي يقول لك الاوفرلاي بيحرق الصوره او بيخلي التاثير فيها شديد، قول له اوكي، بس بيدي تاثير احسن من السوفت لايت. انت لو شايفه بيحرق الصوره او شديد قوي، قلل الاوبستي بتاعتها شويه، او الحده قصدي بتاعتها شويه، مش هتلاقيه عمل، مش هتلاقيه يعني حرقت الصوره معاك. يعني انا كده اهو شديد قوي، خليها 17، وما تدوسش، ما تدوسش دوسه تقيله يعني. وامشي هنا على اطراف الوش، امشي على الاطراف. لو عملت سوفت لايت مش هتلاقي ان في حاجه باينه اساسا، هتلاقي القيمه مش حلوه زي الاوفرلاي. تمام، امشي هنا على الغامق وفي نفس الوقت على الاطراف الوش، ما تخشش عند الخد، يعني امشي جنب الخد. وامشي هنا تحت، تحت الدقن هنا كده، والكسرة اللي تحت الشفايف والدقن امشي فيها، وفوق الشفايف، يعني في مناطق لازم تتغمق. تعالى عند جنب المناخير كده، وغمق أطراف يعني الكرة بتاعت المناخير والجنبين من هنا. تمام، نزود ال exposure بتاعها شوية، وغمق هنا بس على خفيف بالراحة، يعني امشي بالراحة عشان ما يطلعش زيادة معاك. غمق هنا عند الشفة، عند الشفايف يعني، آسف، وغمق هنا عند العين، يعني غمق من ناحية العين من هنا ومن ناحية العين من هنا، لكن في النص هتبقى فاتحة، وما تغمقش تحت العين قوي، لأن تحت العين هيبقى شكلها مش لطيف. غمق من هنا، غمقنا من جنب الوش. نيجي دلوقتي عند الرقبة، غمق الطرف ده كده والطرف التاني كده، والجنب ده هو اللي في النص ده هيبقى فاتح. تمام، تعالى عند عند الودن، غمق أطرافها ومن جواها كده ومن بره. تمام، ما عملناش المناخير كويس. تمام، أنا كده غمقت. نيجي دلوقتي نجيب أداة الدوج أو التفتيح، خلي القيمة بتاعتها 20 أو 20، وابتدي فتح المناطق. بص هقولك ايه، فتح المناطق اللي انت مغمقتهاش دي هتبقى اسهل، لان مش هينفع اقولك تفتح ايه بالظبط، لانه مش دايما هو بتبقى حاجات ثابته. ففتح الحاجات اللي انت مغمقتهاش. تمام، انا غمقت هنا عند الخد، وغمق هنا عند مكان الاضاءة ده، وغمق الدقن والشفايف من هنا، اللمعة اللي فيها فتحها بتبقى شكلها حلو بس مش قوي، وفتح نص المناخير هنا، في إضاءة هنا امشي عليها كذا مرة بس مش كتير، عشان هتلاقي الشكل ابتدى يبان مش طبيعي شوية. نقدر دلوقتي نزود الإكسبوجر شوية عشان هيبقى فيه حاجات التفتيح فيها هيبقى صعب، زي هنا المناخير امشي فيها كده.
تمام، تعالى هنا عند الرقبة، فتح النص اللي انت مغمقتوش. طيب تمام كده، انت عملت التفتيح والتغميد. شوف قبل وبعد، يعني شوف الوش قبل كان طبيعي، لان بعد دايما تنعيم البشرة بيقلب تسيح مش تنعيم، ف ابعاد الوش بتضيع، ما بيبقاش ايه اللي باين مرتفع وايه اللي باين داخل لجوه وايه اللي باين بارز في الوش. لكن لما تعمل التنعيم والتفتيح، قصدي التفتيح والتغميق، بتبقى عامله كده. تمام، نيجي دلوقتي للجزء السحري شويه اللي بيدي شكل جميل للصوره. اداه بجد جباره، انا استخدمتها قبل كده بس بجد فظيعه، موجوده اولا في اي فوتوشوب ومش دايما بتستخدم. خش على، دوس هنا على رسمه الادجستمنت اهي، اللي هي الدايره نص نص ونص، واختار اخر اداه اللي هي السلكتيف كلر. ايه فايدتها؟ هقولك. اولا هات هنا، هتلاقي قائمه الالوان مكتوب ريدز، اختار يلو، وهات هاتها. بص هتلاقي ان انت لو جبتها على اليمين بتقدر، وعلى الشمال بتقلب اورنج شويه. هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نزهي اللون. انا هجيب من المؤشر التاني على ناحيه السالب برضو، والمؤشر التالت على الناحية الموجبة على الآخر، وكده تمام. شوف احنا اللون الأصفر بقى زاهي ازاي، تقدر تجيب دي كده ويبقى قالب على أحمر، بس مش أوكي، خليها قالب على الأحمر ده. أوكي انزل شوف، بص الألوان دي، شوف ايه الألوان اللي موجودة منها في الصورة. يعني أنا مش شايف أحمر في الصورة فمش هنروح لها، شايف إن في أزرق في العواميد، في قصدي في المواسير دي والإزاز، يبقى هات اللون اللبني اختاره. وشوف انهي يعني كده على الشمال بيبان بنفسجي باهت، لكن نجيبه ناحية اليمين على الموجب، واو الألوان بتبان بطريقة فظيعة. كده قلب أزرق، كده لبني، أنا هخليها لبني المؤشر التاني. والمؤشر التالت على اليمين بيبقى أخضر، وعلى الشمال بيبقى يفضل لبني، أنا هخليها ناحية السالب على اللبني. المؤشر الأخير تأثيره بيبقى فظيع، البلاك. بص كده بتخليه أبيض، ابيض باهت قوي، لكن كده ازرق شديد، ده اللبني. انزل بعدها للبلو الازرق، وكده باهت، كده زاهي، احنا عايزين الزاهي ده. كده لبني كده ازرق، انت شوف انهي الافضل معاك، بس انا شايف ان الصورة مش هينفع مع غير الازرق. تمام، المؤشر التالت، المؤشر الرابع ما تلعبش فيه قوي لانه بيبوظ الازرق. بعدها انزل عند الاجمل والاجمل، الوايتس. الوايتس هاتها يمين، هتلاقي بص هتلاقي كل ابيض بقى لونه جاي على ازرق شويه، فانت ما تجيبهاش على السالب قوي ولا الموجب قوي، خليها موجب 50. والمؤشر التاني خليه سالب سالب 10 عشان بيبوظ التفتيح والترميق. سالب، بص سالب، خليها سالب 5. المؤشر التالت بيخلي الصورة جاية على أصفر شوية. على فكرة الشغل ده كله ببساطة أوي ينفع يتعمل بفلتر، بفلاتر كلر افكتس برو، بس أنا بعمل يدويا مانيوال عشان اللي ما عندوش الفلتر يشتغل بإيده. آخر حاجة خالص انزل للبلاك، وهات أول مؤشر على اليمين خالص، يعني هتشوف بص كده بيقلب على أحمر، كده بيدي درجة لون كويسة. تمام، بص الفرق، شايف انت اكيد شايف الالوان عامله ازاي. وبص قبل التفتيح والتغميق وقبل الالوان. طيب تمام، ايه اخر خطوه بعد كده؟ اخر خطوه بس ممكن نعملها ان احنا نقلل الاوباسيتي شويه بتاعت اللي احنا عملنا عليها كلر، قصدي عملنا عليها كاميرا رو فلتر، خليتها 85 عشان الاسود بيبتدي يبان مبكسل. اخر خطوه بقى ودي سريه بصراحه، اعمل نيو لاير واختار اللون الابيض، لونها ابيض، دي حركه بجد فظيعه، لونها ابيض وخلي الاوبستي بتاعتها 20. طب دي هتفيد في ايه؟ يعني الصوره بقت شكلها كانها بهتان بهتان، يبقى ننتقل للكيرفز. ممكن تجيبها من هنا وممكن تجيبها من هنا.
من الادجستمنت برضو الدايره اللي هي نص ونص، هات الكيرفز وقلل وغمقها، غمق الصوره، غمق الصوره كده، هتلاقي بقى كأنك عملت الإفكت ده. نرجع باك الزوم شوية، دوس الت كنترول شيفت اي عشان تضم الليارات كلها فوق في لاير واحد بس، وشوف النتيجة وبس كده. دي نتيجة درس النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم ونالت رضا الناس اللي دايما بتبعت الصورة ديت والصور اللي زي ديت وتقول لي يعني تعرف تعمل زيها ولا لا. فبإذن الله عرفنا والحمد لله، ويبقى ممكن هنا نقلل الاوباستي التفتيح والتغميق شوية بس كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتتابعني على الفيسبوك، دايما بتلاقي اللينك الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكريبشن لو عايز تكلمني، ودي صفحة اتشمان اللي عايز يكلمه، ودي القناة بتاعتي تابع فيها كل الدروس، وتابع كمان الكورس بتاع تعلم الإلستريتور، بإذن الله يكون مفيد وبإذن الله يكون سهل. شكرا، كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز، أشوفكم على خير في دروس جاية كتير بإذن الله. السلام عليكم.